تكتيكال بنش يعني قاعدة ضوئية. تمام؟ هيسألك هتكون عندك عدستين زي دول، هيقول لك اسمها ايه؟ هتقول لي ليها اسمين مثلا او اسم اللي تفتكروا منهم بالنسبة لك، اسمها كونفيكس ماشي يعني عدسة محدبة، او مين كونفيرجنت لينز، كونفيرجنت لينز او كونفيكس لينز. تمام؟ التانية بقى المقعرة، العدسة المقعرة، هتقول لي اسمها كونكيف لينز او دايفيرجنت لينز يعني عدسة مفرقة. تمام؟ طيب بعد كده بالنسبة للشغل بتاع العمل بتاعنا ده اسمه اوبجكت يعني جسم، بالنسبة لنا عبارة عن سهم الاعلى، وهنا بالنسبة لي دي عشان ايه؟ اجيب من عندها على المسطرة المدرجة، يعني دي تكون ايه؟ ناحية التدريج. هضغط مثلا ده مثلا على هنا السورس ماليش دعوة بيه، هنا ده مثلا هخليه على وهخلي الامر قدامه كده، واخد اول حاجة ايه؟ العدسة المحدبة، وهنا بالنسبة لي عبارة عن شاشة، واشغل بالنسبة لي كده واشوف الصورة بعد واجرب طبعا الى ان احصل على صورة للأوبجكت. صورة بتكون واضحة معايا طبعا. الصورة هي اوضح صورة بالنسبة لي للجسم، طبعا لو قفلت النور هشوف الجسم واضح تماما. الصورة اللي اشوفها اشوف صورة ايه؟ مقلوبة للجسم، يعني الجسم الاعلى اهو، الصورة اللي هتكون لاسفل كده اهو. تمام؟ زي ما حاصل بالنسبة لنا الان. هاخد بعد كده اقيس المسافات، اقيس ازاي من على المسطرة هي قدام. هنا المسافة بين الاوبجكت الى العدسة، بين الجسم للعدسة اس، المسافة من العدسة الى الصورة اس شرطة، وعوض في القانون بتاعي واجيب الباور بتاعت العدسة، القوة بتاعت العدسة، واجيب الفوكال لينس اللي هو البعد البؤري للعدسة. تمام؟ ده كده العدسة المحدبة. اجيب بعد كده العدسة المقعرة، طبعا حطيتها بعد اجرب لا ارى صورة. اجيب ازاي صورة؟ من العدسة اللي انا قستها المحدبة دي اخليها وراها مش قدامها، اخليها ايه؟ وراها كده يا شباب، نلزقها فيها، وطبعا بالراحه طبعا عشان ايه ما يحصلش كسر للعدسه، وبعد كده ابعد واجرب الى ان ارى ايه نفس الصوره اللي انا شفتها. للجسم بتاعه شفت ديني ايه صوره. اخد بعد كده نفس الكلام، المسافه من الجسم الى العدسه اس، المسافه من العدستين الى الجسم الى الصوره اس شرطه. تمام كده يا شباب؟ بعوض في القوانين بتاعتي وافتكر التقرير اللي انا كنت عامله، يحصل انك ايه تخلص، وكده يبقى خلصت العمل. اللي بتجي له التجربه دي في الامتحان بيرسم كل الرسومات اللي خدها، طبعا النظر بتاعه العيوب والقصه دي كلها وازاي يعالج والكلام ده كله، وبعد كده يجي يشتغل العمل، هنقفل له النور لمده مثلا 5 دقائق، ياخد النتائج بتاعت العمل بتاعه. واضح يا شباب؟ Boy.